هنعمل كده. اخ يا الركب 70,000. طبعا احدثكم الحين بالضبط من وسط البلد، لسه مو وسط البلد، بداية البلد. تخيلوا حسنة عمال من نلاقي مكان نوقف فيه في السيارة، مرة حسنة. فوقفنا بعيد ولا قريب؟ شوية قريب، يعتبر شوية علامة جودة البلد. احس البلد يشابه اللي في البحرين، في مكان شابه في البحرين كنا نروحه يشابه مرة. البرسن كل شوية يطيح. اي سوق نصيف. اليوم فاضي اتوقع عشان وسط اسبوع او لسه عشان بدري صح؟ لسه توي اذن العشاء. الحين بنروح المهرجان من هناك. نكمل. صراحة مرة لفتني المكان هذا، شوفوا كيف. دقيقة، انت قاعدين تشوفوا اللي انا اشوفه؟ هذه حمامة؟ الو، اوكي، هذه معلومات. فاحنا هنا قاعدين نستنى تمر السيارات، يعني هنا في تنظيم. وخ، لا تخرب الكاميرا. يلا بسرعه. حجاج، احنا حجاج. صح والله، كلنا في الحرم. ايش اول شيء شميتوا؟ كبدة. والله ريحة كبدة غير طبيعية. يلا. والحين عندنا هذا البوث للأكلات الشعبية. بنات قدام القهوة البرازيلية عند أكلات الحجازية. أهلا. أيوة أكيد. سوي هاي. يلا. يا أخي مشتهي شيء بس ما أدري شو هو. ما أدري بس أبغى أكل. قررنا نأخذ من منتوش. عندهم منتو، بابا يبغى يأكل. معني ما أحب المنتو بس يلا بخلي بابا يقول لكم رأيه. تدري اني احس نفسي فين؟ احس نفسي في شوارع كوريا حق الستريت ايت، ستريت فود. والله العظيم في شوارع اكل ترى زي الصين وكوريا. ايوه يعني كذا شارع كله اكل. هنا البطاطس البليله. ايوه بطاطسنا مشتاقه والبليله تخلي القصيره طويله. لا تشم. يلا ناكل بسرعه، باكل ترى ربي جيعانة. لقينا مكان فاضي، حسنا بتنكب عليه بس يلا. بسم الله. كرم اجلس. ايش رايك فيها؟ مرطر مش حار وحر. يلا بسم الله. حطي تحرق في الحلق. رجولي. الله الهواء حلو، الجو مرة حلو. تدري كل مرة نجي هنا في رمضان حر موت، بس الحمد لله هذه المرة الجو مرة حلو. البطاطس ما تبغى؟ بارتو البطاطس. طيب ادوقوا. دندنا احلى بطاطس. انتو اسمه رطعن مصختي.
الحين بنروح نشوف قدام ايش فيه. والله شوفوا هنا في كل جميع انواع. الحين احنا لو جينا هنا اقدر اخذ قماش مخور اسوي عنده ايش؟ شنو في؟ تخيلوا كان عندي مره فضول اسال بكم الذهب اللي يكون زي كذا، يعني مره كثير، فتوقعت يعني بالكثير بالكثير 10,000. تخيلوا كم؟ 70,000. 70,000 شوف ايش لقيت في العطاره. ماتشا قلت ماتشا لا نهايه ماتشا الا جرب. في نوع ثاني صح غير الشركه دي؟ ما اصدق الله. شوفوا كيف الناس هناك. وش منين؟ اهلي من سوق لسوق وانا برا جالسه استنى. خلاص مره طفشت ابغى اروح اشوف فعاليات هناك. في مره شيء مره حلو بس ما ادري ايش. استنى اهلي كل شيء استناهم يدخلوا محل ثاني. خلاص جا دبي. في بداية الفيديو اقول لكم انه ما في ناس، مرة زحمة مرة. شو كيف؟ والله اشياء غريبة. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا ايش؟ لشيء انهم حاطين مسجد كامل اللي يبغى يصلي. وهذا شوفوا جهة النباتات كيف لحن. بس بس ام بس ام بس ام بس حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس سحبت علي للأسف، يعني للأسف. الله الجو خرافي. خليني أقول لكم شيء، شفت البيوت هذه الأشياء؟ تدري إنه أهل ماما زمان كانوا ساكنين هنا؟ ستي وأهلها كلهم كانوا ساكنين هنا، حتى جدي يعني هم يعني كلهم ستي وجدي هم عيال عم أصلاً. كلهم كانوا ساكنين هنا في البلد، نفس البيوت نفس كل شيء. اصلا دحين يوم يحكوني يقولوا شفتوا زمان في البلد سووا انه مين البيوت اللي كانت ساكنه وحطوا لقب اهلي من ضمنه اهل ماما. فمن جد البيوت مره حلوه، يعني من جد البيوت هنا مره حلوه. اصلا دائما اقول لاهلي انه مره نفسي اعيش هنا، نفسي اعيش صراحه من جد، نفسي اعيش في حاره حاره كذا وناس وكذا وانزل الصباح. تخيلوا اني ساكنه من زمان من البلد، يعني قبل 20 سنة. احس حلو حيكون بس ما ادري. والله الجو مره حلو. بس قاعد تلعب معاه تحت برجولي. انقلعي انقلعي انقلعي. نعم نعم خلاص خلاص يرحم امك. خلاص عرفني انه معاك. الناس شوفوا برنيز اللي هناك. المكان مره ظلام ترى مو من الجوال، بس برنيز اللي هناك مره حلو. اشترى ليزر وابلشنا. خلاص لا تخرب. اص خلاص خلاص. اي احد يشوف كرم يهرب منه، ترى ما خلى لا حيوان ولا بشر الا الذئب بالليزر. احس اني مره مشتهيه ماتشا. بابا ماتشا. يلا يلا خلينا نروح نشوف. والله مره مشتهيه ماتشا بشكل ماني قادر اصبر لنرجع البيت، لانه اتوقع بنرجع متاخر فباليلا اصلا نتسحر. اطرح مفكت. سلمش 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 كرم تعال. الرجال ايش يقول لك؟ انت تسجل تقول له هلال. قال اتحادي. الرجال يساله يقول له انت اتحادي؟ قام قال له لا هلال. لا ايش تسجل؟ ايش قلت له انت؟ قلت له هلال. ودي اجي اشرب ماتشا اغمض عيني خلاص الاقي نفسي في البيت.
هذا في الحلم اشرب ماتشا اجي مع احد نجلس سوا جلسه ولا اروع لا لا صالاتي واحد كحيل العين يا بابا غني بعاوي بعاوي يلا نروح كرامك ورمود في الحياة شيء الإطلالة ما شاء الله تبارك الله كرم لا تنام شكلي شكلي حنام يلا خلاص وقت النوم أنط قاسي هذا كسمين هذا هذا خلاص ارحمنا ارحمنا من الليزر ياه سمعت واحد يقول ممنوع الوقوف يعني إذا وقفت تم القبض ولا ايش؟ حسونا تم القبض ايش بك؟ رجولي بتموت خلاص رجولنا تكسرت رجولنا تكسرت تكسير انت تكسرت تكسير ولا تكسيرين؟ مليون تكسير انا الف مليون تريليون بس مو مرة تعبت يعني بس يلا بس اعطيك على جوك يعني معلش خلاص خلصنا كل شيء كان حلو في ناس طالع في ناس طالع بس كذا خلصنا من جد كانت رحلة جدا رهيبة بكل شيء يعني عيدها ايوه عاد بس في الايام العادية مو في رمضان عشان يكون فاضي تعرف في الايام العادية مرة يكون فاضي اخ يا الركب اخ يا المفاصل اموي بارده اموي بارده اعطوني بس هات انا قريب انا قريب العطش شو يكون الفلوق الجاي